خويا البارح بالليل تشغلت السلطان، المدام ديالي حامله تتوحم ما بغاتش تجيب لها الماكله ما تاكل. وقفوا عليا خويا واحد جوج طوموبيلات. السلام عليكم. السلام. وكيفاش عندهم؟ نسولوك منسولوك، هز معايا فلوس تليفون ديال في الكتاب ديال مارشي. وقفوا يجبدوا عليا خويا السلوفه، نزلوا مع واحد بقاو عليا بالكروشيه، داو لي هادشي اللي عندي كامل جديد، داو لي في الكتاب ديال تليفون 1000 درهم، وضربوني خويا الضربان. انا خارج من عامين ديال الحرب، وهاد المجتمع عندنا ما يرحمش اخويا. دابا شافوني انا بهاد الضربه، اي واحد يشوفني بهاد الضربه هادي نطلب منكم تعاونوا معايا. هانتوما عارفين المجتمع ديالنا ما يرحمش، لا تعاونوا معايا باش نحيد هاد الترابي وهادو. نطلب منكم جلالة الملك يشوف من حالي، راه ما عنديش باش ندير التجميل ولا الترابي هادو. راه شبعان حبسو، يلا خارج الدار خصني 4 شهور ديال الحبس. وقفوا معايا الا بغيتو ديروا معايا هاد الخير هادو، ما بغيتوش راني حياتي كامله تبقى بحال هكا مصير حرب. حيت اي خدمه نوقف عندها، اي حاجه نوقف عندها، حتى واحد ما يقبلني لا بخدمه لا والو. غندخل الباتيس الاول الاخر ولا الطرام الاول الاخر، غنقطع تيكي. اي واحد يشوفني في هاد الحاله غادي يتهرب، حتى واحد ما غادي يديها لك. انتوما عارفين المجتمع ديالنا المغربي ما يرحمش. انا بالاطباء ديال التجميل يعاونوني بهاد الضراب هادي ديال التجميل، انا راه ما عنديش ولدي كاع في حالهم. وقفوا معايا الله يرحم لكم الوالدين. دار حتى خدمه ما بقاش قابله، حتى خدمه ما تقبل عليا بهذا الشيء، حتى حاجه اي حاجه غادي ندفع عليها في السيفي اي حاجه ما تقبلش عليا. انا اصلا ضارب شبعان حال ضارب بعد الشدات ديالها. الله يرحم لكم ولدي، انا نطلب فيكم من هذا المرض، من هذا اللي تكون معايا الله يرحم الوالد. انا مصيري بين يديكم، لك انتم بغيت ديروا شي خير، الاطباء ديال التجميل ديروا خير فيا، ما بغيتوش راني حياتي ضاعت بحال هكا. الله يرحم الوالدين، وقفوا معايا الاطباء، الله يرحم لكم الوالدين. انا ضربت البارح مشيت نفع الديكلاراسيون، كوميسيري نوقف على دوبلي سير بيرمانونس، بيرمانونس انا باقي ما ناعش. وقفوا معايا الله يرحم لكم الوالدين، دي اخر كلمه عندنا. نطلب من جلاله الملك اللي شاف هذا الفيديو هادشي وقف معنا، الله يرحم لك الوالدين والاطباء ديال التجميل، الله يرحم لكم الوالدين والمعنى.